هاي هيك وهيك، ما زلنا بسوق رشت. سوق كبير، طبعا اشترينا منه بالماكينة، طبعا يعطينا اياها الماكينة وعلى حساب على الكارت. الان راح نستلم الكارت، شغلة حلوة. والان استلمنا، الان الاخ راح يعطينا اياها. قوم. اوه لا، داخل المدينة. زعم رشت خو تهران يا مخو تهران تبريز. لا فلافل، لا ماكو. مين علي انت؟ ها؟ حلو حلو. حلو. ليل حلو ليل. انا ليش شب نساء زياد شب انا شب بجوري عكس نو فلافل نو شماره 33 شماره نو 3 نو 3 ثلاثة شيء وين خانم؟ سنة قب بعدي ان شاء الله بوليس حماية. ايه ايه لازم. انا شيش دوربين شيش دوربين دوربين.
سوني. ها؟ قوم. سازمان سازمان حرب ماشين كجا ماشين داخل داخل قرار واخيرا كملت جولتنا اليوم بمدينة رشت. اخر جولة هي كانت في رشت وتعب علي تعب صار التعب علي ها سايق سيارة تعبان مو تعب اي يوميا نرجع بالأربعة أربعة ونص اليوم أخرنا شوية فرق شوية رشت جولتنا كانت حلوة شلال وزكها وبعدين مرداب سروان والآن مدينة رشت. رشت عبارة عن منطقة يعني بها شارع وأسواق وبناية جميل مدينة جميلة يعني مو منطقة يعني تعتبر مثلا منطقة بها شلالات ومو شلالات نعم مدينة يعني احنا كنا بشلال وبعدين صرنا ببحيرة وايضا غابات وهسه داخل مدينة يعني جولة متنوعة.